نحن اليوم في أحد المخيمات التي تقيمها الأمم المتحدة. حقيقة هذا المخيم يعمل عليه حاليا مجموعة من وكالات الأمم المتحدة بالتشارك من أجل تهيئته بأسرع وقت ممكن لاستقبال النازحين من أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل. يعني كما موضح العمل مكتمل بشكل كبير جدا، وإن شاء الله خلال أيام قليلة جدا سوف يتم افتتاح هذا المخيم والذي يقع حقيقة على أطراف مدينة الموصل. سوف يكون هنا دور القوات الأمنية وقوات البشمركة هو إرشاد المواطنين إلى آلية الوصول إلى هذا المخيم، والمخيم أيضا يحوي على يعني نقطة تجمع، نقطة استقبال سوف يكون هناك فيها تدقيق أمني، ومن ثم ينقل النازحين إلى تلك الخيام في حال حاجة إلى ذلك. تم توفير كافة المستلزمات في هذا المخيم، وهناك مخازن معد الآن لاستقبال المواد الغذائية والإنسانية التي سوف تخزن داخل المخيم هذا لغرض نقلها إلى النازحين حال وصولهم إلى هذه المنطقة. أشكر كل من ساهم في إنشاء هذا المخيم، وأشكر القوات الأمنية التي أيضا أمنت الدعم والإسناد في حماية هذا المخيم.